يا رب رحيم كريم يا مالك سيأتيكم كل ما هو جديد إن شاء الله تعالى. شهدت المملكة المغربية أو عفوا المملكة السعودية مؤخرا تساقطات مطرية قوية جدا، تساقطات مطرية عاصفية، مما أدى إلى حدوث فيضانات على مستوى جميع المدن. مشاهدينا الكرام، كان معكم الأصلع عبد اللطيف من قناة كنوز الطبيعة. تحية طيبة لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.